السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طلابنا الأعزاء، سنقوم اليوم إن شاء الله بدراسة الدرس 31 بعنوان Verbs، الأفعال. سنتعلم بعض الأفعال الجديدة. eat يأكل، eat يأكل. drink يشرب، drink يشرب. walk يمشي، walk يمشي. come يأتي، come يأتي. go يذهب، go يذهب. run يجري. let's وهي اختصار لكلمة let us بمعنى دعنا. أمثلة: Let's eat، دعنا نأكل. Let's go، دعنا نذهب. Let's play، دعنا نلعب. الإجابة بالموافقة أوكي، الإجابة على أي سؤال Let's أوكي، بمعنى حسنا. شكرا.